صباح الخير للكل ولكل اللي حابين ينضموا معنا بعالم الصباح. 3 ساعات على الهواء رح نترافق معكم خلال هيدا النهار اليوم 10 تموز 2016، فأكيد فقراتنا كتير حلوين ومنوعين وفريش كل نهار أحد. نحن مثل ما بنوعدكم فأكيد خلوكم معنا ومعي أنا ومع كمان بلقيسي اللي عم تترافق معنا بهيدا النهار. صباح الخير. شو هالأزرق الحلو مثل الفلوري اللي بعقل. يعطيك العافية. اليوم كمان رح يكون عنا عدة وقفات معك ورح يكون عنا وقفات كمان بترويقة. حضرتينا ترويقة اليوم أكيد جايين ولا لقمة اليوم من البيت. إيه ماي مش شاربة بس هتعرفي. لا لا ما كتير اليوم داعمتك يعني غير شكل. هلا شو عنا اليوم؟ أول شيء مثل ما قلتي ترويقة، حنبلش بالزلابية وشوي تعريفي على المونة اللبنانية كيف تنحط على السفرة الصبح. نعم. وعندنا المنسف الأردني، يعني احنا مش كثير لبنانية عرفتي، بنروح شوي على الأردن، نحن بنحب نزور سوريا على الطريق، بنحب نبرم وين ما كان بكل المحلات. اوكي عندنا المنسف الأردني بالجميد. يس. بس مش بالرز، بالبرغل الأبيض. هيدا خلال الحلقة بنشوفه إن شاء الله. يعطيكي العافية بلقيس، أكيد رح نرجع لك. أنا بدي أقوله قبل ما نكفي فقراتنا أكيد، ورح نرجع لعندها لبلقيس كمان لحتى نشوف ترويقة اليوم شو رح تكون، وأكيد مع كل القطايب الموجودين عندها على بالمطبخ. بعرف أنه كل يوم نحن بننق أنه في كتير ناس بتقول ليه أنا خلقت بلبنان، ليه عندي جنسية لبنانية، ليه هيك لبنان. يعني في كتير أسباب للواحد يقول أو يزعل من لبنان أو يزعل أنه هو لبناني. بعرف انه في ناس هلا عم تسمعني عم بتقول انه لا عيب هيدا الحكي، لانه نحن لبنانيه ونبقى لبنانيين فخورين انه لبنانيه، بس في ناس كثير ثانيه دائما بتقول هيدا الحديث وبتكون نيجاتيف ودائما بتفكر انه قرفت من لبنان ومن الاوضاع اللي عم بتصير، ومع كل هالنيجاتيفيتي اللي اكيد سياسيا هن عم بيشدونا لورا، ولو يمكن بتركونا لوحدنا بنكون عم نعيش بألف خير. بس الفكره انه مع كل اللي عم نقطع فيه ومع كل الظروف اللي عم نقطع فيها، ان كان بيئيه ان كان اجتماعيه ثقافيه وسياسيه، دائما يلي عم بيجوا يزورونا والسواح والمسافرين يلي عم بيجوا على لبنان وعم بيزوروا عم بيطلعوا ويحكوا احلى كلام عن لبنان. والدليل انه في عنا موقع على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع جدا مهم وكثير ناس بتحب تقرا شو بينزل اخبار، اللي هو ذا انسايدر. هيدا الموقع كتب مقال عن اهم 15 بلد بالعالم يلي العالم عم تحب تروح تزوره. نحن طلعنا بلبنان واحد من اهم البلاد يلي الترافلرز او المسافرين عم يحكوا عنه انه لازم وينصحوا الباقيين انه يزوروه. نحن طلعنا رقم 12، مش مهم بالتراتبيه كيف عم نقطع اي رقم، بس المهم انه بعدنا على الخارطه السياحيه وبعدنا عم نقدر نستقطب العالم وعم نقدر نبهر الناس بكل المناطق وبكل يمكن الثروات اللي موجودة عنا. نحن نضحك على الثروات اللي عنا، يمكن تعودنا عليهم، إن كانت الطبيعة إن كان البحر والجبل، بس العالم بعدها عندها ألا قيمة بالنسبة لألهم. فاللي بدي أقوله أنه خلينا دايما نتأمل بالخير ودايما نشوف لبنان حلو مثل ما غيرنا عم بيشوفوا حلو، ويا ريت بركي كمان بيتغير وضعنا مع كل على فكره. هيدي في جمله بدي اقول لكم اياها من المسافرين يلي عطوا رايهم بلبنان وقالوا انه مش عم نحكي بس عن جمال لبنان، مش عم نحكي عن هندسه لبنان او البنى والطرقات، عم نحكي عن الريحه يلي بس نجي لهون بنشمها ودائما بتذكرنا بالميموريز او بالذكريات الحلوه. فاذا ايه ما عرفت الزباله، بس كمان في عنا امل بلبنان والعالم بعدها بتحب، ويا ريت نحب مثل ما العالم برا عم تحبنا. ما رح طول كثير، بتصور طولت كثير، بس يمكن انا هيدا كلام لقلبي بقوله بيني وبين نفسي كمان، لانه اوقات هالقد عندي عتب على لبنان. فبنكفي معكم ورح ننتقل مع بلقيس لنشوف ترويقة اليوم شو هي. صباح الخير. ورشة ملح، بس رح نرش طحين، رح نرش زيت، رح نعمل زلابية كثير طيبة. اكيد ما رح بلش عجين بعجينه الزلابيه لانه لازم تكون خمرانه. هي عباره عن العجينه العاديه، طحين، مي، بنعجنها لحتى تصير شكلها ملمسها ملمس العجين اللي بنعمله بالخبز. بنزيد له ملعقه صغيره من الزبده وبنزيد له ملعقه صغيره من السكر وتقريبا شيء ملعقه بودره من الحليب، واذا بدنا نحن نستعمل الحليب السائل نستعمل تقريبا شيء
فنجان صغير من حليب السائل، نتركها ليلة كاملة مثل ما عملت امبارح، وعدت رولا بدي طعمية ترويقة طيبة، فبلشت دغري بعجينة الزلابية. هلا العجينة صارت جاهزة وخمرانة، بلش رقها بالزيت. بعد ما رقها بتركها سميكة، يعني ما بتركها كتير رقيقة. بجيب قاطع يلي بحبه، رح نعملها سيركلز نحنا. جبنا القاطع، بحط على وجه حليب، وبحط فوق الحليب سمسم بهذا الشكل، وبالشوكة ما بيقولوا بننفس العجين شوي، بنتركه نتفي شي دقيقة لحتى يخمر. بهالوقت أنا كنت مجهزة 3 أو 4 قطع، هلأ نحطهم على زيت حامي. العجينة الثانية كل ما بيضل عنا شوي منجمعهم ناخدهم ونتركهم لحتى يرجعوا يخمروا، بترجع بتعطيني قطعة تانية من الزلابية. زلابية عنا نوعين، زلابية الحلو يلي بنرشله سكر زبيب وجوز الهند على الوجه، والزلابية المالح يلي بيتاكل مع هيدي المونة اللبنانية أو الترويقة اللبنانية، بتبلش بالحلاوة اللي معمولة بالطحين والسكر الناعم. بالزعتر عنا كذا نوع للزعتر، زعتر الحلبي، زعتر الجنوبي، زعتر الأردني، أي نوع زعتر أنتو بتحبوه أكيد وبتفضلوه على سفرتكن. عنا اللبنة المكعزلة يلي مرشوش عليها نعنع يابس وشوي مرشوش عليه زعتر، وفي كمان نحط لبنة متومة كمان مندورها كمان بتطلع كتير طيبة. عنا المكدوس، والمكدوس نحن أنا وعدتكم فيه بين أسبوع الجاي أو اللي وراه حسب ما تبلش موسم البتنجان. هحط الزلابي بالزيت الحامي وارجع صفيه ومنقدمه مع اللبنة والزيتون والمونة اللبنانية. وقلت لكم إذا بدنا ناكلها سويت يعني حلوة، منرش عليها سكر بودرة، منرش عليها شوية جوز الهند، وعوجها كمان بالزبيب كمان بتطلع كتير طيبة. سكر؟ زبدة وسكر، واو. يلا هلأ بلشنا بالسمسم والحليب، عطت هيدا اللون الشقر، نقلبها دغري. لازم يكون الزيت حامي ولازم العجينة تكون خمرانة لتنفخ. كل ما نفخت معنا العجينة بهيدا الشكل مثلا نعرف انه النتيجة اوكي. يعني رولا انا بعرف انك ناطرة البريك، ناطرة خدوا بريك طويلة اذا نرجع عند رولا. وانا بدي بلش اتروق لانه كثير جاد. بلا قلت لك كنا بناخذ بريك كثير سريع، فاذا وبعدها رح يكون معنا جون وينضم لنا بعيوتيوب. يا رب تغفرنا خطايانا اليوم. تتكلى معينك زبده وسكر ثقيله كثير، بس انه باخذ لقمه منها. ما في مع مطبخ بقيل، مع المطبخ معي اليوم ما في وقت ابدا. شوف المنسف شو مقسمته. طيب مشاهدينا يا ريت عنا بس هون ميزان لحتى نعرف كيف رح نكون بيفون ان افتر من بعد اكلتك. رح نتوقف مع، يعطيك العافيه، خلصنا مع بلقيس. اوكي بلقيس نرجع لها بعد شوي اكيد، بس هلا جون بعد شوي بينضم على يوتيوب وبعد البريك.